نحب نسألك حويجة طول هنا هيك كان نصب البرة ما تقلقش العباد اللي داخله خلاني يمشي انا نحب نعرف من جنرال انت كنسبة البرة معناتها الماء ثم برشا تشكيات يقول لك انت قاعد تنصب لنا البرة معناها فهمت مش كما السوق الداخل دونك ثم بعض الاشكاليات في الحكايه هذه انا خلص في الاديات البرة قاعد تخلص الاديات انت بلاش تصفيق في رمضان بالفلوس نصب انا لان البرة من الفلوس هاول هناك ثم بعض المشاكل اللي يقول لك مثلا النصب الدخلانيين يقول لك اخويا قد النصابة الدخلانين يقول لك قاعدين يتشكاو يقول لك انتوما النصابة سي باي الدخلانية البارح جت شو اسمه وقال صار ولا خبت سلاحها وهربت دخلانية فاهم كلمك الحديد البارح خبت سلاحها وكل وهربت علاش؟ غمتها سلاح هذا ما تلقاش ب 1700 برا دخلها ما تظن وراها ما هو خاطر الاخر اللي خلص فيهم بوتي ما خلصش فيهم لا نسرق فيه لا نحكي على الاداءات نتاع الواحد نحكي على الاداءات خلص ايش خلص في دينار في النهار خلصوا في نصب عمار شوف الكلام خلصوا في نصب في البلديه 30000 كيفاش نصب ب 30000 في الشهر 33000 واللي عنده نصبتين شنو وفهم اللي عنده زوز 33000 زعما شكون عنده زوز معناها لا انا نحب نعرف من عندك انا نعرف من عندك نحب نعرف شنو هي الاشكاليه برا ما يخلصوش خاطر تو برشا تشكيات هذا يقول لك البيع الفاضي سامعني تشكيات خويا هم يحبوا يعملوا فوضى فما بلايص فرغان هاك ما نعطوهمكمش علاش شكون البلديه ما تحبش تعطيكم فما ناس عمرها مليين يكح يموت ادخل زيد صور السوق هذا اللي عامل باش نصاب خرجت بالفوضى كيفاش يا مدام؟ عندي حانوت قتلونا النصب هذه ها وانتي غادي نصب البرة قتلوكم ها هي كاري ب 300000 البرة كاري حانوت ب 300000 هما يحليلهم احنا يحلينا حتى هما اللي نصب كاري حانوت لنا حانوتي ما تغاديها شنو كيلومتر عمار اي ما تخرجني انت من داخل لا اعطيني كيتونس من هذه البلدية اللي انت قاعدة تاخذ منك تنصيب عنده كيتونس ياخذوا عليه في كيتونس كيتونس بتاع البلديه انا عندك عندك ما عندكش كيتونس خالص سامك انا سامك لا سلاح ها واش انا ضل الهارين اللي قلت لك بالك شي بلاش لا خاطر تو الاشكاليه المرشي داخل قاعدين يتشكاو قال لك ديجا ثم الناس مش كيتكلموا معنا قال لك اخويا خليه يخدموا لا لا قالوا لي خدموا فيه قال لك خليهم يخدموا قال لك خليهم يخدموا ما قلناش لا خليهم يخدموا ما قال اما قال رمضان راهو بعد رمضان مش جاي لا انا جيت قبل انا جيت قبل رمضان انا جيت زوز وثلاثه يومين خالص وريته ما يخلص كل الناس بتخلص زوز خالص البلديه انا متاع البلديه وما تكش يا اخي صور هيك ريته متاع البلديه خلص واي اسمع يخلصوا علينا ويجيبونا شركة البلدية هز يجبر واحد ناس متحايلين صدقني متحايلين بعد ما يخلصوا علينا يجيبونا الحاكم هاي سوا هاي سيدي ما نعتقى عنده في المرشي عنده في المرشي نعم الناس بالبر نصبوا البر كلها يودي ريت البلاد كلها متحايلين هذا تشوفها متشكل معناها وديما نرجع شكون المضرور في الحكايه مضرور ما فما حتى واحد لا فما المستهلك المستهلك مضرور ولا المضرور لا ما المستهلك دونك المضرور هو المستهلك التونسي ولا اقل مش المستهلك شنو يخدم يا مضرور يخدم 150 هو ما يحبش ياخذ 700 يحب لي ناخذ 12% انا نتبع حد جيبي حد يروح يحكي 750 ما مو الاخر يقول الاخر يقول لك انا يخلص في امبو وقت انت تخلص هما يخلصوا في 300 والاخر يخلص لك في 100 دينار يخلص الداخل فنا اعطيني 5000 خلص 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 يخلص فين يخلص لا الكريان الكريان دينار النهار صار بدا دينار صار بدا دينار النهار يوم ما كان في الشرطه البلديه تهز لي تقول لي برا جات البلديه ريده من اخويا صبرغه بنوامر ثاني نل اه ريده من نوامر طار فرغي طار فرغي الشرطه مش مره قالوا مش فرغي انا بنوامر دي بنوامر من مصر من صبرغه من بنوامر بنوامر اصلا من صبرغه اخويا تعرف كيفاش هو من الاخر هما يضحوك واحنا نضحوك الاخرين
لا وفي الاخر وفي الاخر وفي الاخر المستهلك التونسي هو اللي غارق. اي شو نعملوا احنا بيه؟ احنا مشكلتنا المستهلك التونسي هو اللي غارق في الاخر. احنا كمنظمه دفاع عن المستهلك احنا لا معناش معناش سلطه معناها باش نقولوا احنا نجيو نعاينوا الظاهره ونشوفوا المستهلك التونسي ما لناش يعاين. وهذا علاش تزولك يبدا مطبوع لو شنو شايف شلك ما هو قاعد تو تقول لك ما تنصبش. ثلاثمية مش متاع النصبين راه 300 متاع السلعة اللي هبط بها راه مش معناتها السلعة هما يهبطوا السلعة. اسمع اشكالية الناس اللي ناس بالبرة ايش تقلق فيكم؟ فماش قلق من الناس اللي معناها كان جا واحد عمل كميون البرة وأول يبيع في الحوت البرة تتقلق؟ لا انت تو يساعدك وانت تدفع في اداءاته ومش قاعد يدفع. لا مش يموت بالشر. لا ما قلناش سامحني نتحط الطاولة متاع كلام شيخ ناصر في الليل وهو تلقاه مع حتى 4 خبز ما يجيش ولا بقوا عليه ساتون بلاي ما يهزش كعبه ياخر الاولاد ودي شيخ ناصر في دارك. هو تو انت تو تخلص في زنبول الدوله ومش قاعد يخلص. يعني نخلصوا نحبهم يخدموا ارواح هاني الناس ما نتاعهم نخدم وخليهم يخدموا ارواح ولا متفاهمين خيال اعطيه خدمه والله ما تلقاش تحط كاميون ما تلقاش من متعدى مرات تعفس كاميون يتضرب وكل شيء كيفاش باش يخدموا اعطيهم بلاصه وعادهم ولا حدوا لهم بقعه ويخدموا بلاصه هذا. بربي نحب نسال تو في حمام سوسه ثم ظاهره كبيره وتشكاو منها برشا ناس اللي هي نصب لي البر نصب لي البر قال قتلونا المرشي قال قتلونا ضربونا ضربه احنا متنا قتلونا قتلنا الصورة اللي صندوق بطاطا نتاع البارح وصندوق اليوم وقداش تخلصوا برشا اداءات خلصوا ولا ما خلصوش اللي حطته علينا البلديه لا تفهموا كل الشر تصور صندوق بطاطا انا نفس ناخذ ما صندوق بطاطا صندوق فلفل صندوق طماطم لا ما قارص لا تقارص يبيع عندها 4 ايام او بلفين القارص هو بلفين واخذته على 18 مليون نحكي بصدق واضح واخذته ب 18 مليون يجيو لهنا يجي واحد يجيب له دبوسه ديال التون يقول له كنت تبعدني نحرق روحي شو باش يعمل هو يخليه يمشي عملوني يخليه يمشي معناها اوكي فوضى ما عادش الفوضى هي مش في كاسوسه راه مش كنت حمص سوسه في تونس كامله الفوضى موجوده يكذب عليك اللي يقول لك ما فماش فوضى في البلاد واسمع والعصا اللي من عصا الكفر بي لازمك تضرب باش باش ترضى الهيبه نتاع الدوله. لا 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 خويا اسمع تواني لهنا هو الكل يحكي هو هذا يخلص عيد يساعدك انت واحد برا هذا سامحني هذا ايه ايه علاش تحكي لي وبعدين لو كذا يساعدك انت واحد برا شغال تكلم اسكت خليها اسمعني انت تاكل فيا بالحديد سي لاساس وبعدين لو كذا وصبان فهمني ولا ضربت روحي يعني لهنا بسكينه قلت لهم داويوني قال لي برمشي داوي روحك بعد ما فماش حتى بك قتلت حتى بك قتلت ما فماش السوق تاع حمام سوسه شفنا لاحظنا برشا مظاهر رجوليه مظاهر مخله بالمستهلك اول حاجه طريقه العرض الاسماك تنقص برشا ثلج شفنا الميزان ماهوش معناها ميزانات كل يخدموا ميزانات ماهيش معناها مطبوعه ثم ظاهره كبيره في حمام سوسه تشكوا منها حتى المستهلك التونسي هي حكايه الانتساب الفوضوي ثم برشا معناها نصابه في وسط المرشي خرجوا من المرشي نتاعهم دونك ولاو ينصبوا للبرا هربين من الاداءات معناها فوضى عارمه عاش البلدية فاش قاعدة تعمل المستهلك التونسي هو أكثر حلقة خاسرة في الحكاية هذه ما نعرفوش بالحق احنا كمنظمة دفاع المستهلك والله إشكاليتنا نوعيه المستهلك أما الشيء اللي قاعد يصير لنا هكا بالحق شيء غريب على الأخر دونك اليوم شفنا مرسي حمام سوسة وشفنا شنو هي المشاكل اللي فيه إن شاء الله في حلقة قادمة ونشوفوا مرشي آخر ونشوفوا زادة شنو مشاكلهم وكالعادة ديما ننصحوا المستهلك التونسي أعرف شنو تاخو حوت يبدأ ماهوش مثلج ما تاخذوش السلعة تبدأ أمورها ماهيش واضحة ما تاخذهاش قلنا كان باش نقول لكم تو كان ان شاء الله شاي طيبه وان شاء الله في مرشي اخر وكامل